جوري فيكي تجيبي لنا قهوة إذا بتريدي؟ حاضر. كيفك يا جوري؟ منيحة الحمد لله. امبارح كان كتير حلو المزاج. عمر بيك أنت اشتريت أجمل تصميم. شكرا لك. بتمنى أشوف واحد من تصاميمك أنت بمثل هيك مزاج. تصاميمي أنا؟ إيه؟ هو بصراحة ما بعرف شو بدي قلك يا عمر بيك. بتشكرك من كل قلبي. وليش تفاجأتي كل هالقد؟ أنت دارسة تصميم مظبوط؟ لهيك جوري لازم توصلي للنجاح. ايه اكيد هالشي رح اوصل، لاني واثقة كتير من حالي وناطرة اليوم يلي حكون فيه ناجحة مثل الخام. جوري القهوة. طيب ماشي. ولا قلك بلا القهوة، خدي خطيبك مجد وروحوا سوا على المشغل. على المشغل؟ بس يا خانم ليش مع مجد؟ ما بدي اياه يلبس لي نفس الطقم كل يوم. انا خبرت المشغل وطلبت يعملوا له بدلات للشغل مخصوص، راح ياخذوا له القياسات وانت بتروحي معه. يلا استعجلي جوري، فيكن تاخذوا السياره. عفوا يا خانم، يعني هو ما فيه يروح لحاله؟ تعرفي بامري. لا تطلع فيني هيك، بحس اني حدا قاسي وما في بقلبه رحمة. انا عم حاول اقربهم من بعض. رح ساوي لك القهوة. قلك عمر، بصراحة انا بس يكون مزاجي عالي بحب شوف اللي حوالي مبسوطين وما في شي ناقصهم. انا بدي اياها تكون مبسوطة لتعرف تشتغل، مو هيك؟ هي وعم تشتغل خدامة، برأيك رح تكون مبسوطة أو مرتاحة؟ ما فهمت عليك. بظن إنه جوري بتحب تشتغل بشيء له علاقة بالشيء اللي درسته، مو إنه تشتغل خدامة عندك. ولا عندك رأي تاني توليب؟ عمر أنت قلبك طيب كتير، بس إنه تشتغل خدامة هالشي بخصها إلها. أنت مكبر قصة دراستها زيادة عن اللزوم. بعدين لا تنسى انه عم نحكي عن حدا قدر يدرس بجامعة خاصة على حساب بابا، يعني مو عن حدا موهوب بمجال التصميم. شفتي تصاميم توليب؟ لا ما شفتهم. انت شفتهم مو؟ بما انك مهتم كل هالقد شو رأيك؟ وطالما انك حدا بيفهم بمجال التصميم شكلهم عاجبينك. انت ليش متسرعة بحكمك؟ وليش مصرة بانه جوري حدا مانه موهوب ابدا؟ حتى انه ما جربتي تعملي ولو نظرة صغيرة على شي من التصاميم تبعه. بما انه قبلت تشتغل خدامة فبتكون اعترفت لحالها انها مو موهوبة. وغير هيك انا ما هددتها بشي لتجي وتشتغل خدامة عندي. انا عندي شوية شغل، بنشرب القهوة بعدين. كنت حابب شوف شوي جهاد بس يبدو رح اجلها. لكان المسا بشوفك. كيف يعني؟